إذن عن تداعيات تدهور الدينار مقابل الدولار في ظل سياسات مالية يراها المتخصصون سببا في هذه الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، مرحبا بكم. يعني حتى هذه اللحظة تتهرب حكومة السوداني من المسؤولية، تنسب موضوع أزمة انهيار الدينار أمام الدولار تنسبها إلى جهات خارجية هدفها هو إسقاط تجربة حكومة الإطار التنسيقي. هل هذا التبرير منطقي دكتور سناء؟ في البداية تحياتي لكم ومساء الخير لكم ولجميع مشاهديكم الكرام. مرحبا بك. طبعا هذا تبرير غير منطقي، لأنه لدينا ما يسمى بالحوالات المستندية، يعني هذه الحوالات المستندية التي يقوم بها التجار للحصول على العملة الصعبة من النافذة الإلكترونية أو من النافذة في البنك المركزي العراقي من أجل الاستيراد. هنا هو الفرق بما يقدم به التاجر من سعر وفرق ما يحصل عليه التاجر من هذا السعر بعد أن يقوم بالاتفاق مع المورد لهذه السلع من الخارج. هاي واحد. اثنين، بعدين علينا أن نلتزم بالدينار العراقي، يعني يجب أن نقف بقوة ضد دولرة السوق العراقية، يعني عدم استخدام واستعمال الدولار الأمريكي بالتعامل. نحن لدينا عملة وطنية بالسوق السوداء دكتور؟ بالسوق السوداء تقصد؟ نعم، تعتمد على قوة اقتصاد الوطن العراقي. تفضل. تقصد بالسوق الدولار يجب التوقف في التعامل بالسوق السوداء تقصد دكتور؟ نعم بدون شك. يا أخي، احنا عندنا عملة وطنية، لماذا لا نقوم بالتعامل مع بها؟ طبعا العملة الوطنية تعتمد على قوة اقتصاد الوطن العراقي، على قوة قطاعاته المختلفة. نعم. طيب إذا كانت هذه القطاعات ضعيفة، إذا سوف تكون العملة ضعيفة. لذلك من هناك مسألة معينة كذلك، الحكومة العراقية وبنك المركز العراقي تعليماتهم تنص واضحة أنه علينا أن نستخدم الدينار العراقي. ثانيا، مسألة المنافذ الحدودية، علينا أن نراقب مراقبة صارمة المنافذ الحدودية وما يدخل من هذه المنافذ من الخارج إلى العراق، يعني علينا أن نعرف كم تدخل هذه السلع إلى داخل العراق وكم هي قيمتها، وبالمقابل ماذا قمنا بتحويل ما يقابلها إلى الخارج. يعني علينا أن نقوم بعملية مساواة، نحن أعطينا مجال الاستيراد بما يقدر فرضا نصف مليون دولار، يجب أن نحصل على بضائع بنصف مليون دينار وليس أقل. إذن علينا بتدقيق المستندات المالية التي أعطت لهذه التجار حتى لا يصير هناك فرق. عندما يصير هناك فرق سوف تستغله السوق السوداء وتقوم بالمضاربة، وهذا طبعا يؤثر على أسعار السلع والخدمات داخل السوق العراقية، وبالتالي يؤثر على المستوى المعاشي لدى وعند المواطن العراقي. طيب دكتور سناء، الحوالات الخارجية والتي لا تزال تتم عن طريق السوق الموازية أو ما يسمى بالسوق السوداء، هل تؤثر في أزمة الدينار وبالتالي ارتفاع سعر الدولار؟ بدون شك، لأنه هذه الحوالات غير معروفة من قبل البنك المركزي. البنك المركزي يجب أن يعرف كل شيء. إذا كانت هذه الحوالات تصدر من السوق السوداء، يعني الجانب الحكومي أو الجانب الرسمي لا يعرف ما قيمتها. إذن إحنا نعرف أن البنك المركزي قال أنه هذه مثلا السوق الموازية قد تكون جاية من التحويلات من الخارج، السياحة. طيب إحنا لا عندنا سياحة، السياحة كلها بلاش، زين، وما عندنا مقيمين بالخارج يحولون للداخل، بالعكس من الداخل للخارج. طيب من أين لهم هذه؟ إذا بقت أنه فقط هو الفرق بالحوالات الاعتمادية أو المستندات المالية التي يقوم بإعطائها البنك المركزي، وتقوم هذه الجهات باستيراد سلع أقل من قيمة هذه الحوالات. إذا الفرق يعود لهم بالاتفاق مع الجهة الموردة اللي تقوم ب توريد هذه السلع من خارج العراق إلى داخل العراق. طيب دكتور، من ضمن
المنافذ الحدودية. من ضمن الحلول التي طرحت، مستشار السوداني صرح بأن حل أزمة العملة الأجنبية هو اعتماد أسلوب النقد الإلكتروني، هو حل لإنهاء غسيل وتهريب الأموال. ما مدى دقة هذا الحل دكتور؟ المسائل هذا الحل هذا الإلكتروني يجب أن يكون هناك مراقبة قوية من قبل جهات مالية. ما هي الجهات المالية التي تمثل الدولة؟ هي البنك المركزي العراقي بالدرجة الأولى، ووزارة المالية، وديوان الرقابة المالية. نحن مع الأسف لدينا هذه المؤسسات مؤسسات ضعيفة. لو نقارنها بدول خارجية، ونأخذ على سبيل المثال النرويج. النرويج لديه مؤسستين قويتين، هي البنك المركزي النرويجي ودائرة الضرائب، الذين يراقبون كل شيء، لا صغيرة ولا كبيرة تذهب من تخرج خارج النرويج أو داخل النرويج بدون علم البنك المركزي النرويجي ودائرة الضرائب. هنا الآن بالوقت الحاضر أزيدك العلم طبعا، لا يتم تداول العملة الورقية بالنرويج منذ زمن طويل، يعني منذ زمن 10 سنوات. التعامل فقط هو بالبطاقة هاي الإلكترونية التي تعطى من قبل البنك المركزي، التي لدى الأشخاص حسابه لديها، والذي طبعا هي الفيزا. إذن عندما تقوم أنت بشراء أي مادة من أي مخزن، باللحظة سوف تذهب هذه المعلومات إلى دائرة الضرائب ولا البنك المركزي النرويجي. هذين الجهتين هم المسؤولتين عن كل عملية اقتصادية داخل البلد من شراء وبيع إطلاقا. إذن لدينا مؤسستين محنكتين تقوم بمراقبة ما يدور داخل الاقتصاد الوطني النرويجي. طيب. ليس إلا فقط، ولا يوجد غيرهما إطلاقا. نعم دكتور، حتى نستفيد أكثر منكم، سؤال يعني دار في خلدي. دكتور، تهريب الدولار إلى خارج العراق يؤثر على انخفاض قيمة الدينار العراقي؟ بدون شك. كيف ذلك؟ لأنه راح يتم شراء العملة العراقية عن طريق السوق السوداء وإرجاعها للعراق. وأحكي لك بصراحة، لدينا مثال قوي. قبل الاجتياح الأمريكي للعراق سنة 2003، أنا هنا بالخارج في النرويج، سمعت ودي معلومات مؤكدة أنه تم شراء كميات كبيرة من الدينار العراقي، وآنذاك كان يسمى بالدينار السويسري. صحيح. كان موجود خارج العراق. تم شراء كميات كبيرة من هذا الدينار السويسري، وتم إرساله إلى داخل العراق لشراء الذمم العراقية، ومن أجل التعاون مع المحتل الأمريكي وغير الأمريكي. نعم دكتور. عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.